اهلا بكم. طبعا شوف بص الفكر بقى، الناس بره بتعمل عايزين نقلد يعني الحاجات الحلوه، نقلدش الحاجات الوحشه. بيعملوا افلام صغيره قوي زي ما انتم شايفين كده، مجموعه من الافلام صغيره خالص عشان يعلموا الاطفال ويعلموا المراهقين لا فايده العمل الجماعي. شكلها لطيف، افكارها لطيفه وكلها فاني، وبتثبت في الدماغ ان انت في كل النواحي الناس دي انقذوا بسبب العمل الجماعي. في كل فروع الحياه العمل الجماعي له قيمه كبيره جدا، كل الفروع، في القانون، في الالكترونيات، في التجاره، في الصناعه، في الكوره، في الرياضه، في الطب. الطب بقى كمان العمل الجماعي له اهميه كبيره، وخصوصا في مجال الجراحات. مجال الجراحات وخصوصا مجال جراحات الانوريكتال اللي هي القناه الشرجيه او الشرج وما فوقه. هذه المنطقه نتيجه التطور الكبير اللي حصل في التعامل مع هذه النوعيه من الامراض باساليب جراحيه ليس انفيزيف، يعني ما تعملش مشاكل، لانه كانت المشكله عند واحد عنده مشكله حول الشرج وليكن هيمورويد وليكن ناسوره، هو تخوفه في ثقافته انه خايف يعمل عمليه فما يعرفش يتحكم في البراز، لانه سمع انه مش عارف سنه 60 حد دخل عمل العمليه دي فحصل له كده، وبقت مشكله كبيره وتنقلها الثقافه اللي هي الثقافه الشعبيه او الحكايات الشعبيه تتنقلها بقى نوع من التندر على الطب. الثقافه في الطب يا جماعه مهمه جدا، ومن ضمن الثقافه ان انا اتقن فهم قيمه العمل الجماعي، اتقن كمين كمريض، لان انا لازم ابقى عارف انه العمل الجماعي ده هو اللي بيضمن ان التكنولوجيا دي تتنفذ صح. لان لما اجي اعمل عمليه وليكن عمليه الناسور فيها تكنولوجيا عاليه جدا، فيها ليزر، فيها مناظير عاليه الدقه، يعني ذات دايمتر او يعني رفيعه جدا، اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير فريق التبريد، كله لازم يبقى مدرب عارف هو بيعمل ايه، والا هيتحول الليزر بدل ما هو نعمه الى نقمه، وهيتحول المنظار الى يوزلس ماتيريال انسترومنت ملهاش قيمه. فعمل الجماعي هو اللي لازم، العمل الجماعي المدرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومه. ده هنتكلم فيه النهارده، وازاي تحولت جراحات الشرج من جراحات سيئه السمعه الى جراحات جميله السمعه، مش حسنه، لا ده جميله السمعه. بدل ما تحولت، يعني ايه سيئه السمعه؟ كانت عمليه يقعد الواحد يقول لك فلان عمل عمليه، قعد شهر اجازه، راحت منه امتحانات الثانويه العامه، ما دخلش امتحان الكليه وما لحقش حتى الدور الثاني. الله الله الله، ليه العمليه ده؟ عمليه يا عم، وقعد ونايم في البيت وما بيخرجش وبتاع. دلوقتي بيعمل عمليه يوم السبت، ثاني يوم الاحد يروح شغله او الاثنين، يرتاح له يوم ولا اثنين حسب، بس برضه القفزه الهائله دي وراها فريق عمل. النهارده حوار ممتع اكيد مع ضيف العزيز اللي بيسعدني اكيد وبيبدع في حواره العلمي، واحد من الناس اللي انا بقول لهم دائما متشكرين على هذا الجهد وهذا الزياره، هذه الزيارات الرائعه لنقل الثقافه، ضيف العزيز الاسم المتميز، واحد من سوبر ستارز المجال على مستوى الوطن العربي الحقيقه، الاستاذ دكتور محمد النجار. اهلا بيك يا دكتور. وحشتني خالص. الله يخليك. انت هيمو كيور الحقيقه، يعني اسم الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله، وكيور حلو قوي، اسم جميل، علاج شفاء يعني. الحمد لله. قبل ما ادخل معاك في العمل الجماعي اللي هيدخل معانا او هندخل فيه فائده التطور الكبير، عايزك تكلمني عن ثقافه الناس حول امراض الشرج وفهم اعراضها. انت عارف، احنا عندنا في مصر الاعراض بتترجم ساعات غلط. صحيح 100%. الثقافه دي كانت يمكن في جزء من الاوقات معدومه، بدات الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني، وبدات الناس تاخد بالها من الاعراض اللي ممكن تظهر لها، بدات الناس تاخد بالها من هذا المجال. يعني يمكن قبل كده الناس كانت تتكسف، يعني اللي عنده مشكله في الشرج او المستقيم كان يتكسف ويحرج. لما بدات الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف ان في دكتور بيتكلم في الحكايه، وبدل الدكتور يبقوا اثنين وثلاثه وعشره، بدات يبقى في ثقافه، بدات الناس تعرف انه مش لازم نتكسف، مش لازم يبقى عندنا خجل ابدا من ان احنا عندنا مشكله في الشرج. الشرج جزء من الجهاز الهضمي زيه زي اي حته في جسمنا، اذا تعبنا لابد ان احنا نتعالج صح. يعني الحمد لله بدات الناس تاخد بالها من الاعراض. هذا العلم او هذا الجزء من الجراحه، جراحه الشرج والمستقيم، الاعراض متشابهه.
يعني لو واحد عنده هيمروي، لو واحد عنده بواسير اعراضه قريبه شويه من اللي عنده شرخ شرج، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده ناسور، اعراضه قريبه بعد الشر على الناس كلها من اللي عنده سرطان وداخل المستقيم، يعني هنا يجي دور الدكتور انه يقدر يفرق ما بين كل حاجه. هنا يجي دور زي ما حضرتك اتكلمت من شويه فريق العمل. فريق العمل ده مش بس دكاتره وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده، فريق العمل ده عباره عن جراح وعباره عن راجل بتاع باثولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجه في التيشو ده ولا لا، عباره عن واحد بتاع مناظير يقدر يورينا حاجات كويسه، مهندس يقدر يستخدم على الاجهزه الجديده. الحقيقه ان فريق العمل ده زي ما حضرتك اتكلمت من شويه حاجه عظيمه جدا. عن نفسي انا اتعلمت الحكايه دي، انا اشتغلت شويه في المانيا في جامعه اسمها اليزابيث كولن في كولن في المانيا. اتعلمت هناك يعني ايه فريق عمل، ان الجراح بيجي يشتغل العمليه بتاعته حواليه 10 بيساعدوه، حواليه واحد بتاع تخدير شاطر قوي، حواليه واحد بتاع مناظير شاطر قوي، حواليه ممرضه شاطره فاهمه هي بتعمل ايه، مساعد شاطر جدا بيوريه. يعني قرار ما بقاش قرار فردي، بقى قرار جماعي، وفي الاخر كل ده بيروح ناحيه المريض الحقيقه. يعني الاعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمه الناس للعرض، يعني ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا؟ يعني خلينا نقول ان جنرال كده، اذا كان عندنا مشكله في الشرج والمستقيم هتتمحور حوالين 5-6 اعراض. اذا كان مريض عنده بليدنج بريكتم، اذا كان مريض بينزف دم، اذا كان الدم ده لونه احمر فريش كده يبقى جاي من القناه الشرجيه السفليه او من الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، ما لحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حاجه. اذا كان الدم ده لونه مغير شويه، اذا كان الدم ده متجلط، كان الدم ده لونه دارك ريد زي ما بيبدا يعلى شويه، فبدا ياخد وقت شويه لحد ما ينزل. بعد شر مثلا الناس اللي عندها كبد او حاجات زي كده، يبقى حاجه اسمها ميلينا مثلا، انه بينزل دم لونه اسود خالص. يعني من اهم الاعراض اللي بنشوفها هو الدم. اذا كان عندك دم بينزل من الشرج او المستقيم دي علامه خطر، لانه قد يكون عندك بواسير شرجيه مثلا. بواسير هي اوعيه متمدده حوالين الشرج زي الاورده اللي في ايدينا دي، لكن منفوخه شويه قد كده، فيبقى جدارها رقيق، لما البراز يعدي وهو نازل من الشرج رجعي خابط فيها رجعي منزل نقطتين ثلاثه دم. لكن في حته حلوه قوي في الحته دي، يقول لك الدم ده بيجي مع دخول الحمام، ولا وانت قاعد كده تلاقي دم نازل، لانه يفرق جدا. الدم اللي يجي مع دخول الحمام اثناء الستول باسنج او اثناء مرور الفضلات 100% بيبقى سببه حميد، يعني 100% بواسير شرخ شرجي حاجات زي كده. لكن الدم اللي ملوش سبب، يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجاه لقى دم نازل من القناه الشرجيه، احيانا مش عايز برضو نخض الناس، لكن احيانا بيبقى اعراض لامراض دمها تقيل شويه زي السرطانات وحاجات زي كده. فاول حاجه المريض ياخد باله منها الدم، اذا كان بينزل دم من فتحه الشرج ده مش طبيعي ومش ده العادي، ارجوك خلي الدكتور ياخد باله منك لانه مش ده العادي. تاني حاجه الالم. الالم اذا كان الالم مع دخول الحمام، يعني واحد بيدخل حمام يجي له وجع شديد او حاجه، اغلب الظن يبقى عنده شرخ شرجي، لان البواسير مرض غير مؤلم. يعني لو واحد عنده بواسير عاديه كده هل يتالم؟ لا ما يتالمش، ويكتبوا في الكتب عليها اسيمتوماتيك، يعني ملهاش اعراض. طب امتى بقى يبقى عنده بواسير وعمال يتوجع؟ اذا حصل عليها بعض المضاعفات زي التجلط مثلا، فيسموها ثرومبوزد بايل، بواسير متجلطه، او مثلا بيبدا درجتها تزيد من الدرجه الثانيه للثالثه، فتبدا خلاص حاجه تخرج بره فيبقى مخنوقه شويه فيبقى بتوجع. لكن البواسير ما بتوجعش، توجع اذا حصل عليها بعض المضاعفات، وده علامه تستدعي ان الواحد ياخد باله اكتر. غير الالم الافرازات، اذا كان واحد عنده ديتشارج، ربنا يخلقنا الحته دي دراي، يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فتحه الشرج، ما يحسش ان في افرازات، ما يحسش ان في ميه، ما يحسش ان في حاجات لونها اصفر ولا اخضر ولا كلام زي كده. اذا في ديتشارج في حاجه مش مظبوطه. نروح بقى ونيجي في الديتشارج ده نقول انه قد يكون سببه ناسور شرجي، وده الاشيع يعني. قد يكون سببه مش ناسور خالص، حاجه اسمها بروكتايتس. بروكتايتس يعني التهاب داخل المستقيم، والمريض ساعتها ينزل ميوكاس ديتشارج، يعني وكان حاجات لزجه كده او حاجه. الاعراض متشابهه، اللي عنده بواسير ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده شرخ شرجي ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده ناسور نفس الكلام، اللي عنده بعد الشر ورم خبيث داخل المستقيم ولا حاجه ممكن يبقى عنده نفس الكلام. مين يقدر يشخص؟ الدكتور وشطاره التكنولوجيا الجديده. كان زمان، او يعني ما اعرفش لغايه دلوقتي موجود ولا لا، كان الكلينيكال سنس في الاكزامينيشن اللي هو الفحص باستخدام الفينجرز كان هو الاساس بالظبط في التشخيص. هل ما زال ده موجود؟ الحقيقه لا، وده انتهى من 3 سنين من النهارده، لانه اخترعوا حاجه اسمها بروكتو ستيشن. يعني ايه بروكتو ستيشن؟ بروكتو من بروكتولوجي، من علم امراض الشرج، وستيشن يعني محطه كامله او تاور جامد. جهاز عظيم جدا، يمكن ذو حجم كبير. يعني وظيفته ايه بقى البروكتو ستيشن ده؟ في 3 حاجات. في حاجه اسمها اتش ار اي، هاي ريزوليوشن اند سكوب، يعني منظار
مش المنظار بقى اليدوي بتاع زمان اللي كان لازم اللي هو ده بالظبط. طور كامله جدا الحقيقه. فيها منظار، المنظار ده هيخلينا ابص داخل الشرج، مش هبص بعينيا بقى، ده انا هبص بالكاميرا اللي بتماجنيفاي كل حاجه، اللي هتطلع الصوره على المونيتور الكبير ده، على الشاشه الكبيره اللي عندك اللي متكبره جدا، لدرجه بقى انه بره يستخدموا البلوك ستيشن ده في ايه بقى؟ في الفحص المبكر عن سرطانات المستقيم. يعني يعملوا روتين، خلي بالك مع الحاجات الروتين بقى يعملوها كل سنتين ثلاثه، يخش يعمل بلوك ستيشن ده. الكاميرا بتبين اذا كان في انسجه بدات لونها يتغير، اذا كان في بوليبس، اذا كان في زوائد جلديه او حاجه زي كده. فبقينا كل المرضى اللي يجوا العيادات نعمل الهاي ريزوليوشن انسكوب اللي هو المنظار عن طريق الكاميرا، اللي بالمناسبه لا يحتاج تخدير ولا في الم ابدا، لانه حاجه رفيعه جدا، عفوا وكان واحد بيحط سبوزيتوري او بياخد لبوسه او حاجه زي كده، حاجه رفيعه قوي بتخلينا، وطبعا فيها ضوء عظيم جدا بتخلينا نشوف كل حاجه جوه الشرج والمستقيم. مع الهاي ريزولوشن انسكوب او الاتش ار اي في اندو انال الترا ساوند، سونار بقينا بنشوف بيه كل حاجه مستخبيه ورا العضلات. يعني لو واحد عنده وجع واحنا مش عارفين الوجع ده من ايه، قد يكون عنده خراج ديب سيتد، يعني حاجه جوه قوي عمر ما الجراح هيشوفها، السونار يوريها لنا ويورينا الكوليكشن وكل حاجه. غير الاتش ار اي وغير الالترا ساوند بقى في انال مانومتري اللي بيقيس قوه العضلات. كل الامراض حوالين الشرج كلها ما فيهاش غير خوف واحد عند المرضى انه يحصل له عدم تحكم في البراز. يروح يعمل بواسير يقول لك انا خايف يحصل لي عدم تحكم في البراز، يروح يعمل شرخ مع توسيع الشرج يقول لك انا خايف، يروح يعمل ناسور يترعب من عدم التحكم في البراز. ولذلك بقينا بنعمل للمرضى الانال مانومتري اللي هو فحص العضلات اللي بيورينا قوه العضلات قبل العمليه وبعد العمليه كمان. هل البروكتوسكوب بيساعدك في تشخيص كل الامراض؟ كل الامراض، لانه هو الفكره انه المريض حتى كمان، يعني هقول لك على حاجه من الحاجات المشهوره قوي، ان المريض يجي لك العياده يقول لك انا رحت عند فلان الفلاني قال لي انت عندك بواسير، بس رحت عند واحد بعديه بيومين ثلاثه قال لي لا ده مش بواسير، ده انت عندك شرخ شرجي، وبعدين جيت لك. ما هو خلي بالك سمع مليون راي، ومين صح ومين غلط. الصح هو البروكتوستيشن، هو اللي هيوريك، اللي بيخلي المريض نفسه يشوف. المريض نفسه بقى على الفحص ده بقى بيشوف ما داخل وما حول الشرج على المونيتور، هو من قبل ما تقول له انت عندك كذا هو بيقول لك انا شايف البواسير بتاعتي في الحته الفلانيه، انا شايف ان عندي شرخ شرجي في الحته الفلانيه. ولذلك اصبح يتعمل لكل المرضى باجراء غير مؤلم، لا يحتاج تخدير ولا اي حاجه الحقيقه، يتعمل في دقيقتين ثلاثه، بيطلع بريبورت كامل متصور فيه حتى الحاجات اللي احنا عملناها. كمان بنقدر نكومبير الريزلتس، يعني عملنا حاجه الصوره دلوقتي وخدنا ادويه ولا عملنا حاجه زي كده، ونقدر نقارن ما بين الصوره دلوقتي وبين الصوره بعد اسبوعين ثلاثه من العلاج، وصلنا لحد فين ما بين الاثنين. يعني عشان ناخد المميزات الكامله لازم يكون في فريق عمل او يعني متخصصين بيعرفوا يتعاملوا مع النوع ده من التكنولوجيا. بالظبط. انا في منتهى الفخر الحقيقه بفريق العمل بتاع هيموكيور، لانه كلهم على درجه عاليه جدا جدا من الكفاءه الحقيقه، كل واحد بيعمل حته هو شاطر فيها جدا. زي ما بقول لحضرتك حتى البروكستيشن ده في دكتور مخصوص يبقى قاعد عشان اشطر مننا كلنا، عشان يقدر يورينا الحاجات اللي احنا ما نقدرش نشوفها. لما نيجي نعمل العمليات يبقى في واحد شاطر قوي بيمسك المنظار، واحد شاطر قوي مهندس طبي يبقى على اجهزه الليزر، واحد شاطر قوي في وهكذا. يمكن الفريق الطبي الهيموكيور فيه 12 دكتور، كلهم ناس افاضل جدا وكلهم اشطر مني انا حتى كمان، كلهم يعني الحقيقه في منتهى الشطاره اللي في الدنيا. لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحاله، ايه التكنولوجيا اللي قدمت؟ يعني ازاي الليزر قدم حلول؟ ازاي المناظير دخلت؟ ايه التطور اللي حصل في المنطقتين دول؟ شوف احنا كانت الجراحات القديمه لمجال الشرج والمستقيم ده، خلينا في الشرج كمان خصوصا، يعني تعتمد على القطع. عندك بواسير شيلها، اعمل جرح مش مهم، عندك شرخ شرجي شيل حواليه كده وخد كام غرزه مش مهم، عندك ناسور شرجي اقطع مش مهم. صحيح كانت حاجات يمكن الاجيال احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمه، يعني الناس اللي قبلنا الاساتذه ناس افاضل ويعني يعلمونا كل حاجه الحقيقه، يعني وما زلنا يعني نشيلهم فوق دماغنا. لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن فيه تكنولوجيا زياده، في مهندسين شاطرين، في شركات عظيمه، في مصانع بتعمل حاجات عظيمه، في ليزر. قبل كده ما كانش فيه، فالناس يعني كانت هتعمل ايه؟ لكن اللي ناخده على الناس شويه انه خلاص بقى، يعني بقى في حاجات جديده. البواسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين ثلاثه يتعالج منه، بقت تتعمل في خمس دقائق.
المشكله مش في العلاج، المشكله كان بيعمل النوع ده من الجراحات، كانت مصر كلها بتعرف. اه بالظبط، غاب بقاله شهرين وراجل استسلم وبدا يتكلم. بالظبط، وكانت كل حتى الدراما والافلام والحاجات دي تقعد تضحك على على المرضى. في فيلم جميل بتاع فنان الكوميدي الظريف جدا الاستاذ ايمن. ايوه عمل مشهد رائع عن البواسير. بتاع وديع. يا وديع بالظبط، عمل بواسير ويتعامل يعني بكل ما اتفرج على هو ايمن مبدع الحقيقه، ده خفيف فما بتفرج على المشهد ده، انت مشهد طبي 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 وبعدين يعني في مستشفى خاص وعملها. طب في ما فيش كلينيكال؟ لا ما فيش. ايوه لا صعب جدا هو الطلبه اللي داخلين وبيعملوا اكزامينيشن. صعب صعب، ما حدش بيعمل كده طبعا في المستشفيات يا جماعه. صحيح، هو اتعملت بفانتازيا يعني. بالظبط، لكن تخيل بقى كل الهم ده ما بقاش موجود. زي ما اقول لك كنا بنقطع البصير بقينا بنكويها فالامور تنتهي، كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ بقينا بنكويه فخلاص. كنا لما المريض يبقى عنده الشرج ضيق شويه، عنده فانكشنال سبازم، لازم نقطع الانترنال سفنكتر. زمان ما بقيناش نقطعه، بقينا نعمل سفنكترولايسز، نعمل اراحه للشرج. اللي كان عنده ناسور كنا لازم نقطع الناسور ونخاف على العضلات وكلام زي كده، بقينا نعمل فيلاك. عصر الليزر ده إيه هو الفيلاك؟ اللي هو الفيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي هو علاج الناسور باستخدام الليزر، اللي هو هيخلينا ما نقطعش الناسور، ما نخافش على العضلات، هيخلينا نكوي الناسور باستخدام الليزر، فالمريض يبقى في امان تام 100% الحقيقه يعني. ده تكنولوجيا عظيمه جداً. لانه كمان الليزر واخد يمكن المين شير، واخد 60 70% من التكنولوجيا، لكن في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها تي اتش دي مثلا. تعتمد على ان الاوعيه الدمويه بتاعت البواسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى ما نعمل ليزر ولا حاجه. في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها فافت، فافت اللي هو المنظار اللي بيورينا مداخل الناسور الشرجي او حاجه. ده دي كانت جراحات ده مريض عنده بواسير مثلا. احنا دلوقتي بقينا بنخش بالليزر، كنا زمان نقطعها، دلوقتي ما بقيناش بنقطع حاجه، بقينا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا رو اريا ولا حاجه. وبالفعل اذا كان المريض عنده بواسير زي دي تاني يوم يروح شغله. اذا الناسور عايزين يشوف الناسور بالليزر طبعا ده مهم جدا. بالظبط، اللي انت قلته دلوقتي ده اللي هو اسمه فيلاك. فيلاك فيلاك تختصر حاجه طويله. فيستولا تراك ليزر كلوجر. فيستولا تراك ليزر كلوجر. اللي احنا هنقفله ده حاجه من الحاجات العظيمه قوي، اللي هو الفافت اللي هو المنظار اللي بيدخل جوه الناسور. اللي ياما قعدنا نحلم ان احنا نفسنا نشوف جوه الناسور ده ايه، بقينا بنشوفه، بقينا بندخل جوه التراك. انا فاكر حضرتك قلت لي كلمه زمان الحقيقه وانت بتعرف الناسور الشرجي، قلت لي ده سرداب، ده حاجه زي السرداب. سرداب ده يعني حاجه مستخبيه جوه محدش شايف. اهو السرداب ده ما بقاش سرداب دلوقتي، بقينا شايفينه، بقينا عارفين الطريق فين، شايفين التشعبات، شايفين الوول بتاعه التراك. السرداب هو نفق رفيع. بالظبط، السرداب نفق رفيع. بالظبط، بقينا بقى جواه، بقينا شايفين، بقينا شايفين التيشو بتاعه. يعني الحقيقه تقدم علمي عظيم جدا، خصوصا في علاج الناسور الشرجي، لانه اصبح نتائجه كمان هايله قوي لما بنكومباين الفافت مع الليزر، لما نحط المنظار جنب الليزر. دي شركه امريكيه اسمها ستورز، دي شركه المانيه اسمها باريت، الاثنين بقوا جنب بعض يعني الحقيقه يعملوا نتائج عظيمه جدا. التكنولوجيا ملهاش اخر ابدا في علاج امراض الشرج والمستقيم، وكل يوم بنلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن اي حته فيها خطر. هي الفكره زي ما بقول لك ان الامراض دي زمان كان فيها خطوره في عملياتها، الخطوره دي بقت زيرو. يعني بقى المريض يعمل عمليه واقول له انت 100% مش هيحصل مضاعفات. الالم ما بعد العمليه نقول لك انت ما عندكش الم، لكن هل الالم نروح ونيجي فيه؟ ممكن نعمل مريض ويتوجع يومين ثلاثه وانا اقول له انك مش هتوجع، في مريض نعمله ويتوجع ساعتين ثلاثه، لكن اللي ما فيهوش كلام ابدا السيفتي، اللي ما بيحصلش اللي ابدا هو دلوقتي ده اللي احنا شفناه دلوقتي ده المنظار. المنظار اللي هو اللي احنا كنا بنشتغل بيه دلوقتي، اللي هو بالظبط اللي احنا بندخل بيه جوه التراك. اللي هو بيورينا المليهات الصغيره اللي كان مستحيل نتخيل او نحلم ان احنا نبقى عنينا جوه التراك. جوه الناسور، الناسور الليزر اذا كان بيدخل. لما نشوف دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع الناسور، هيمشي في الناسور ويحرقه من جوه، بس مش شايفين، بس مش كان شايف، مش شايف، مش شايف. بس يعتمد على متخيله يعني ايه فيلاك. بالظبط، يعتمد على خبرتك انت يعني على الجراح وهو بيسحب بالملي وحاجات زي كده. ده احنا دلوقتي بقى بقينا بنشوف واحنا بنحرق. يعني خلي بالك اللي داخله دي اللي هي الاثار بتاعت الليزر، فبقينا شايفين واحنا داخلين. لو في حته انا ما خدتش بالي منها وانا بحرقها تبان لي قوي بقى في الكاميرا ان انت ما حرقتش كل حاجه، فقد يكون ده سبب لارتجاع الناسور، فخد بالك لازم تحرق الحته دي تاني. اذا كومباينيشن صعب ما بين يعني كومباينيشن محتاج يعني ادي الليزر اهو داخل كان. بالظبط، ده تكنولوجيا لوحده. بالظبط، فمش بس تكنولوجيا واحده بقى،
ده انت وفرت للمريض كل التكنولوجيا اللي في العالم. خلي بالك احنا كان عندنا خبير الماني حقيقه من الشركه بتاعه الليزر. على فكره دول شركتين يعني, دي المانيا اللي على اليمين دي المانيا ودي واللي على الشمال امريكا. بالظبط دي شركه ستورز كانوا بيحاربوا بعض في يوم من الايام. بالظبط يعني بالظبط صحيح. لا ده كانوا بيحاربوا بعض كبلاد. بالظبط دلوقتي شوف بيعملوا كومباينيشن تعاون علمي بالزبط. على ارقى مستوى. وهو ده قيمه الابحاث العلميه, وهو ده قيمه فعلا يعني قيمه الانسانيه. العلم بيقرب يعني 100% كانوا بيفلوا بعض. بالظبط امريكا كانت بتفني المانيا. دلوقتي بقى بنشتغل سوا يعني بقينا انا بقدم, انا شاطر قوي في تصنيع المناظير فعملت المنظار اللي هو الفافت, وانت شاطر قوي في تصنيع اجهزه الليزر فعملنا الحاجتين مع بعض اللي يخدموا المريض. انا بقول لك احنا كان عندنا قريب خبير كده بالمانيا, الراجل انبهر بانه هو جاي فاكر ان احنا بنستخدم الليزر بس, فلما دخل وشاف الماشينز والاجهزه وحاجات زي كده الراجل انبهر انه ما شافش في مكان انك واخد كل حاجه حلوه من كل حته. يعني اكنك واخد التطور الامريكي كله في شركه ستورز, واخد التطور الالماني كله في شركه بوليتك, واخد التطور الايطالي كله في التي اتش دي مثلا, روك ستيشن مثلا. يعني بروكت ستيشن ده بالمناسبه لان انا بحبه جدا الحقيقه, بروكت ستيشن ده واحد, بروكت ستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعنا بالظبط. خلي بالك يعني هو واحد من اربع اجهزه في الوطن العربي ما شاء الله, يعني محطه التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبه, وكانت بالمناسبه جامعه عين شمس هتشتريه لكن المشاكل في الميزانيه وحاجات زي كده وقف الموضوع عندهم, عندنا في هيمو كيور, وموجود في دبي في مستشفى في دبي في مستشفى زليخه, وموجود في بلدين كمان جوه الوطن العربي, اربعه جوه الوطن العربي, في ايطاليا وفي المانيا منتشر شويه, لكن جوه العرب اربع اجهزه بس, اجهزه تشخيصيه, تشخيصيه بس, ما بتعملش حاجه, ما بتعالجش حاجه. على فكره دايما بيبقى في بخل في الاجهزه التشخيصيه. بالظبط ما بيعالجش لانه انت بتعمل ايه يعني, بص تلاقي ايه, اصرف يا عم على ليزر لانه انا هعمل بيه العمليه بس ما انا هشخصه. بالظبط ما انا طب انت عارف المقارنه فين؟ اتنين دكاتره, واحد شاف المريض لمده ثواني وقال له انت عندك بواسير, واحنا قعدنا ربع ساعه نشخص المريض بالاجهزه والصور وكل حاجه, وفي الاخر احنا قلنا له ان عندك بواسير صحيح, لكن انا متاكد هنا انه ما عندوش حاجه غير البواسير, وهنا هو مش متاكد, هو خايف يكون عنده حاجه تانية او حاجه يكتشفها جوه العمليه او حاجه زي كده. هي دي بقى قيمه التطور وقيمه انك يعني بتسعى الحقيقه للحاجات الجديده كلها. انت النهارده اسعدتني سعاده. الله يخليك. النهارده اتفسحنا فسحه جميله جدا صحيح في عالم يعني فسحه جميله يعني. النهارده على فكره الحوار كان بدون ترتيب, احنا النهارده كنا هنقعد نتكلم في البروكت ستيشن, لقيت ان البروكت ستيشن ده يعني اسال لعابي العلمي في ان انا اشوف بقى ايه اللي ورا, شخصنا ناسي ماشي, الليزر بقى الليزر يعني ابهرنا, قلنا لا ندخل ورا الليزر نشوف في ايه, تطلع كمان الطمع مش ان انا اعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع اللي هو الخيط الليزر اللي انا شفته, لا ده انا هشوفه بمنظر, ده انا بقيت شاطر قوي في الحاجات دي جدا والله كل تخصص يقولوا لي انت بقيت صحيح جدا والله انا مبهر يعني والله اسنان يا باشا والله بقيت اعدل عليهم وخط على جاي انا عارف في الاسنان رغم انها كليه طب ثانيه خالص صحيح. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستخيم وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج وهو طبعا المؤسس لهيمو كيور لعلاج وامراض الشرج والمستخيم, نورتني وشرفتني ومن اجمل الحاجات اللي انا يعني روحك الجميله اعتزازك بفريق العمل ده مدرسه مهمه جدا صحيح. لازم ننقلها لكل كل الجيل الصاعد بقى ورانا, فريق انت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب, مع فريق عمل بحس بالامان, اعتزازك بفريق عملك ده مهم جدا, واختيارك له مش موضوع سهل, ده موضوع عايز تركيز شديد جدا صحيح. جدا خليكم مع الناس الحلوه. لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير الناتج عن كده, حكايه اللحميات دي كمان والتهاباتها وزياده التهاباتها في فصل الشتاء وتضخم الزوائد الانفيه وكل اسباب التهابات الجيوب الانفيه نمره واحد وتحتها مليون خط انسداد في الانف, ونحط تحت انسداد الانف كل الاسباب اللي حضرتك عايز تقولها. انتشارها في المنطقه العربيه انتشار مخيف, لحميات, حاجز انفي, غضاريف, التهابات, حساسيه, اورام, كل حاجه تسد مجرى التنفس في الانف, تسد لي الباب الموصل للجيب الانفي, يعمل لي ضغط مختلف.